منكم لله، منكم لله. إلهي ما روحنا كاس عالم، إلهي ما روحنا كاس عالم، إلهي كانت غلط يوصل. يا رب كنا نتعادل مع الكونغو في استاد كاس العالم، إيه اللي إحنا نروحه كده؟ أنتوا بتعملوا فينا إيه؟ إيه اللي أنتوا بتعملوه فينا ده؟ إيه المدرب ده؟ ده المدرب ده كان قاعد في قهوة المعاشات في الأرجنتين وأنتوا جبتوه، ده لو جايب شقتين فول هيعمل أكتر من كده، ده لا مدرب فكر ولا مدرب أي حاجة، أنت بتدافع قدام السعودية، بتدافع قدام السعودية، عمال عملت إيه قدام أورجواي يا رمة يا ابن الرمم؟ عملت ايه قدام روسيا يالا؟ بتدافع ما بتعملش حاجه خالص الا الدفاع، تخليهم يبصوا لنا كده ويلعبونا، ما فيش اي كوره، ده الدفاع بتاعهم شوربه، ده الجون بتاعهم شوربه، ده انت محرج على العيال تشوط كوره، محرج على العيال يشوطوا كوره منك اهو، مسكتهم دلوقتي الكلام علينا، مسكتهم بعد ما كنا ماسكين كوره، انت نسيتنا الكوره، يا ابني يا معلم كوبر انت نسيتنا الكوره، انت راجل تشتغل جزار، تشتغل فواعلي، منك لله ارتحتوا، ارتحتوا لما محمد صلاح يجيب جون في كاس العالم، المفروض اي حد بيجيب جون في كاس العالم بيفرح ويتنطط، الواد الفرحه ماتت فيه، الواد الفرحه اتعدمت فيه من ايه؟ لان هو عارف، الواد شايل ومعبي وفاهم ومش عايز يتكلم، عملتوا ايه صلاح؟ عملتوا ايه صلاح؟ ده الضحكه ما كانتش بيتفرقوا في ليفربول، حته الحسنه اللي عندنا ادينا بنضيعها، الكارثه اللي عندنا ادينا بنحرقها، ليه يا جماعه؟ ليه يا جماعه بتعملوا فينا كده؟ ليه يا جماعه ده الناس جات لكم راحت تشجعكم والناس كلها سافرت لكم وقالت معلش وماشي، تجاوزات حصلت ونصايب حصلت وفلوس حصلت، شفتوا؟ شفتوا نتيجه فلوس الحرام؟ شفتوا نتيجه الحرام بيعمل ايه؟ دينا خرجنا بفضيحه، خرجنا بفضيحه عشان كل شويه نقعد نصور ونقعد نحصل اللي بيحصل فينا ده، منكم لله، منكم لله. نعمل ايه؟ نعمل ايه ما نعرفش. النهارده عصام الحضري الراجل لعب، لان الراجل لعب برضه كتر خيره الراجل، بس قال لهم ايه؟ قال لو ما لعبتش هتكلم. برضه التاني مجدي عبد الغني قال لو ما سافرتش هتكلم. ما اي رمه فيكم يتكلم عشان نعرف، اي حد يتكلم. انتوا عاملين فينا ايه؟ انتوا عاملين فينا ايه؟ احنا ضايعين، احنا ضايعين. الواد صلاح الضحكه فيه اتكتمت، منكم لله. والحكم ايه يا عم الحكم؟ ايه يا عم الحكم؟ الله يخرب بيت اهلك، انت راخر، قال ليها منك ولا من ولا اللي قاعد بره ده مش فاهم في اي حاجه ولا يفقه في اي شيء في الكوره، واخد كام؟ الله يخرب بيتك بقى حكم الفار الرمه ابن الرمه بيقول لك الكوره مش فاول، الكوره ما فيهاش بيلين، الكوره ما فيهاش بيلين، وانت برضه بتحسبها يا اخي، منك لله انت راخر يا اخي. كل ده عشان جهاد جريشه حسب امبارح للبنتره ضد بنما، بتحصله يالا فينا، بتحصله يالا فينا، منكم لله. طب نروح فين تاني؟ كاس العالم اللي كنا بنحلم بيه مش عارفين، خدت مهاجم واحد مروان محسن، طب خدته ليه؟ طب ما كنتش تاخده بقى، كنت تاخد عمرو السوليه ولا محمود عبد العزيز مكانه، يا راجل عيب عليك يا نكر الجيمين، نزل شيكابالا، نزله اخر ربع ساعه يا ابني ان شاء الله مجامله، ما انت اساسا بتدرب مجامله، نزل الواد مجامله، الواد يا عالم هيلعب كاس عالم ولا لا؟ انا زهقت، انا زهقت وفالح لي يطلع، يا ريت تقلع القناع وتقول اللي انت رامز ولا زيف، الناس كانت على طول تقول لك فين الارنبيطه وفين الزراطس، ادي الارنبيطه وادي الزراطس في زور الرمه، وثلاثه اربعه يستنوه بره الاستاد وسته يستنوه في مصر، لان اللي بيحصل فينا ده عيب. ومعلش رساله بقى لاخواتنا الكبسويه، ما تجيش تتكلموا وتيجوا تقولوا كانوا مال احنا في ايام سودة، ما تجيش انتوا خدتوا بلينين ترجعوا لنا الجزيرتين، يا اما كده مش هيحصل. معاه سام مرسي، واخد لي سام مرسي ده جاسوس، ده ما بيتكلمش. طب نعمل ايه؟ سام مرسي من قيمه يومين بيتكلم لي بيقول لي ازاي ميسي يا جماعه وبتاع ميسي، انت مالك؟ ما سيبك من ميسي، سيبك من ميسي الله يحرقك، احنا في خيبتنا، احنا في نصيبتنا احنا، وكل لعيب ماسك لي التليفون، كل الجيل بتاع حسن شحاته ما كانش يعرف التليفونات، حسام عاشور ما عندوش انستجرام لحد دلوقتي من الجيل دوت، ابو تريكه لسه مدخل انستجرام من 3 شهور، وانتوا كل واحد قاعد لي والاوض فاتحينها على بعض، في ايه يا اختي؟ هو سبيل ام عباس ده مش فندق، منكم لله ارجعوا بقى يلا، دي انتوا ترجعوا ماشي، دي انتوا ولا كوبر، ويا ريت ما ترجعش معاهم، حاجه تحرق الدم والله العظيم تحرق الدم. انا قلت اتفرج عليه في البيت، اروح ادفع فلوس تاني في القهوه، منكم لله، منكم لله. يا نهار اسود الطعميه اتحرقت.